مدارس التكنولوجية التطبيقية نظام تعليمي جديد ومتميز بدأته الدولة المصرية عام 2018 بافتتاح أول ثلاث مدارس من بينهم مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية. توجهت الدولة لافتتاح المزيد من تلك المدارس على مدار الأعوام الماضية لتدريس التخصصات التي يحتاجها سوق العمل، وذلك ضمن جهود الحكومة لتوطين الصناعات الكبرى. ويعتمد نظام التعليم في المدارس التكنولوجية على تدريب الطلاب على أحدث الوسائل وقياس خبراتهم، تمهيداً لتشغيلهم بشركات ومصانع الشركاء الصناعيين بعد التخرج. وتعمل المدارس التكنولوجية على توفير الوظائف لخريجيها بمرتبات مجزية، كما تتيح لهم استكمال التعليم الجامعي في الوقت ذاته. تستهدف تلك المدارس طلاب الشهادة الإعدادية، ويتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، ويشترط أن يجتاز المتقدم اختبارات القبول التي تحددها الوزارة، مقابلة الشخصية والكشف الطبي. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بإنشاء المزيد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية في التخصصات الصناعية والاستثمارية حتى تصبح السوق المصرية مفتوحة أمام الشباب، ليصل عددها اليوم إلى 81 مدرسة تكنولوجية في 22 محافظة، يعمل من بينهم 76 مدرسة.